الآن في مدخل المدينة القديمة في جوار رحاب علي بن أبي طالب. أبناء علي النجفيون ها هم في خدمة زوار الإمام الحسين عليه السلام من جميع أنحاء العالم. اليوم النجف تستقبل جميع زوار الحسين من جميع أنحاء العالم، ونحن في خدمتهم مهما كانت الجنسيات. لا نعرف جنسيتنا الوحيدة هي خدمة الحسين. السلام على الحسين والسلام على أصحاب الحسين، وأهلا وسهلا.